نشوف وشكم بخير. عندي اسبوع اجازه. انت هتعملها برضه تتجوز حسين؟ اه عليه العوض ومنه العوض. انا لله وانا اليه راجعون. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا اخي؟ ناويت تسافر النهارده يا حسين؟ لا بكره. دلوقتي هروح عشان ازور الشاويش عطيه وعشان اشوف اخويا اسماعيل قبل ما اسافر. سلام عليك. سلام عليكم. سلام. معاك سلام. والله كان جدع طيب وابن حلال. هيوحشنا. يا ولي حمود من العيا، عاوز اروح للحكيم. معدتي مزيكا بتعمل بوم بوم بوم. ما تكترش معايا، قلت لك مش خارج من البيت. ومعدتي اعمل لك حقنه شيء. يا منجي يا رب، انا ما اكرهش حاجه في الدنيا قد الحقنه دي. هتاخد الحقنه؟ مش هاخدها. هتاخدها؟ ده مش كلام، ده انت هتدخلي في اكلي وفي شربي وفي هدومي وفي معدتي كمان. لا ممكن اخدها، لا ممكن اخدها. نعم 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 نعم. من امتى الشخط والنطر يا سبنسة القطر؟ عطيه افهم لليمين در. حاضر. اسمع اقلع هدومك وتغطى باللحاف وما تتحركش لحد ما اجيب لك الحر. حاضر. السرير مش مساء الخير يا فندم. سعيد مساك. اهلا وسهلا. الشاويش عطيه موجود؟ ايوه موجود بس عيان في السرير. ممكن اشوفه واطمن عليه؟ اتفضل. متشكر. عندك في الأوضة دي. لا بأس عليك يا حضرة الشاويش. مين؟ حسين. ازيك يا حسين؟ الله يخليك يا فندم. أنا والله أول ما وصلت المطار سألت على سيادتك، قالوا لي إن حضرتك عيان فجيت علشان أزورك. كتر خيرك يا حسين وتزورني بالليل. يا فندم ده واجب. حسين. افندم. انت نزلت لي من السماء حسين. تعال. خير يا فندم. انا هقول لك على مساله مهمه، بس تحلف لي اني محدش يعرفها ابدا. تحت امرك يا فندم. قالوا لي مراتي محكمه رايها اني انا ما اطلعش من هنا النهارده، وانا لازم اطلع عشان اروح اشوف مراتي التانيه. هو حضرتك متجوز اتنين؟ ايوه بس مانيش نحو. انت المهم ان اخرج النهارده. يا فندم تخرج ازاي وانت عيان؟ يا سيدي انا مش عيان، ده انا صحتي زي الفرس، بس مراتي هي اللي مدخله العيا في جسمي بالعافيه كده. طب يا فندم وعاوزني اعمل لك ايه؟ تنام بدالي ساعتين هنا لحد ما ارجع لك. ساعتين بس يا حسين. عشان خاطري يا حسين، عشان خاطر الشاويش عطية حسين. ايوه يا فندم، ولما تخش الست بتاعتك وتلاقيني نايم مطرحك. مالكش دعوة، بس اللي عليك تنام وتغطي راسك بالبطانية، وكل ما تحس بيها جاية شخر بعزم وقوة. طب ولما تنكشف الحكاية؟ ما تنكشفش ولا حاجة، دي محبة ما عليها تشوفني نايم عشان تخرج هي. أمر لله. ماشي يا حسين، كتر خيرك يا حسين. نوم العواصي يا حبيبي، نام. لا يا حسين. أشخر يا فندم؟ شخر واعمل عرفت تعمله. طيب اترفع يا حسين. في حد عندك يا عطية؟ هو العسكري اللي جالك ماشي؟ عطية عطعت عطعيته. انت نمت اهون كده؟ يما انت مركب على مناخيرك كلاكس؟ الله يا راجل اتقابل بقى، خليني اديك الحقنة. تعالى هنا بقى. يا ست انا لا حرام ولا حاجه، بصيلي كويس. الله انت مش العسكري اللي جاي يسال على جوزي؟ ايوه. الله وايه اللي نايمك هنا؟ جوزك. وجوزي راح فين؟ لمراته التانيه. مراته الايه؟ التانيه. لا هو متجوز عليا وانا مش عارفه. ايوه. واقعه صاده ومطيله على دماغه. طب تسمحي لي بقى انا اروح؟ روح بقى لحسن اطيلها على دماغك ودماغ شاويشك. حاضر. ليلتك محببه يا عطيه.
ان شاء الله يا فندم. امشي اخرج. يا ناري لو تطب في ايدي يا حسين كنت اخلي عينيك الاثنين يورموا. اسمع يا مندي. افندم يا بشويش، ما شفتش المخسوف على عينه حسين؟ حسين قام بالاجازه يا فندم، اصله هيتجوز بنت من بنات اليكس. بنات اليكس؟ يعني بنت واحد خواجه؟ اليكس يعني الكسندريا. خد 7 ايام علشان يتجوز، اسبوع عسل. انا هخليه له اسبوع بصل، هخليه اسبوع منيل على دماغه ودماغ اللي خلفوه. الله، انا ما عملت اللازم عشان اجيب الاجازه بتاعته دي، ما كنتش انا. مالك يا شويش؟ حد ضربك ولا وقعت؟ لا ما وقعتش. الله يجازي اللي منه السبب. ما تطب في ايدي يا حسين، البنت اليكس هات، ابعدوهم. الو حسين. اهلا يا اسماعيل، ازاي حالك؟ عال قوي، الضرب نازل يرخ عليا والاشياء معنا. الله، انت بتحط هدومك في الشنطه ليه؟ هتحزن؟ لا هسافر. انت لحقت؟ انت لسه جاي من السفر امبارح. انا مسافر اتجوز، ضروري تسافر معايا علشان تحضر الفرح يا اسماعيل. لكن انا عندي شغل في الاستوديو. على كل حال مبروك، وتروح وتيجي بالسلامة. متشكر. أنا هغيب أسبوع وأرجع مع العروسة. فيها حاجة لو تسلفني بدلتك بتاعت الطيران دي ألبسها يومين؟ أنت اتجننت؟ أوعى تعمل كده. اللي يلبس بدلة عسكرية وهو مش عسكري يتمسك ويتحبس. أشوف وشك بخير. مع السلامة. ابقى هات لي معاك ملبس الفرح. إن شاء الله. جمالي يلا حبس حبس وزي ما تيجي تيجي. ايوه هات. ايه بكره الساعه 10 يا استاذ؟ طيب. صباح الخير يا استاذ رمزي. انا نازل البلد، ممكن اوصلك اي حته؟ لا متشكره، انا لسه عندي شغل. ساره وبعد المكياج تخش تلبس هدومك وبعدين تيجي تتكلم. الله 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 الله، انت عارف نفسك كده ليه يا اسماعيل؟ لا انا مش اسماعيل، انا اخويا. عدم المؤاخذه اقصد اقول حسين اخوه. عن اذنك يا بابا. اللي حضرتك تقصدي اسماعيل اخويا؟ هو حضرتك تبقى حسين اخوه التوأم. سبحانك يا رب،
ده انت فولة واتقسمت نصين. العنيف، المناخير، البق، وخصوصا البق. الا قولي لي وحياتك، انت ما تعرفيش واحدة اسمها الانسة سهير محمود؟ انا سهير. يا قهلا يا قهلا يا اهلا وسهلا. انت تعرفي ان اخويا قال عليكي انك في منتهى الجمال، وبان عليكي كمان انك انت بنت حلال. هو قال عليا كده؟ واكتر من كده، اصله ولد شهم وطيب ولطيف وابن حلال، ويا بخت اللي تتجوزه. عارفه انا لو كنت مطرحك اتجوزه على طول، ده لقطه. هو بعتك هنا علشان تقولي كده؟ ابدا ابدا، انا في الحقيقه لما سمعت وهو بيمدح في محاسنك وفي جمالك حبيتك غيابيا. انا جايلك من وراه. متشكره. انا ما احبش امدح في نفسي ابدا، انما لو جيت الحقيقه انا بطل فظيع جدا في الطيران. لو اقولك على الحاجات اللي عملتها اؤكد لك ان عقلك هيطير. احكي لي والنبي. لا بلاش، عشان دي حاجات تشيب. علشان خاطري اقولك يا ستي، مره ركبت الطياره بتاعتي النفاثه وطلعت لفوق في السماء. امال يعني في الارض؟ طبعا في السماء. وبعدين؟ وبعدين نزلت في الارض. طب وايه؟ وايه يعني ازاي؟ هو انا نزلت الا بعد ما رعشت لك النجوم والشمس والقمر وحاجات كده. ازاي؟ هو يعني ضروري لازم تفهم ازاي؟ علشان خاطري قولي. اصل دي اسرار والنبي، وانا حالف على العيش والملح ما اقولهاش لحد. اهون عليك تكسفني. لا ما تهونيش. خلاص احكي لي بقى. اقول لك يا ستي، ركبت الطياره وطلعت لفوق 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 لحد ما وصلت فين. لسه ما وصلتش. لفوق 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 وهوب. ايه؟ وقفت الطياره في الجو، المحركات سكتت. ايه الحكايه؟ ايه العباره؟ البنزين خلص. يا خبر. وبعدين عملت ايه؟ ولا حاجه. لبست الباراشوت وسبت الطياره واقفه لوحدها في السماء، ورحت واخد صفيحه بنزين فاضيه، ورحت ناطت من الطياره على شركه شل عدل. وبعدين مليت الصفيحه بنزين وقلبت الباراشوت وطلعت لفوق لفوق لفوق. وبعدين صحيت من النوم. تمام. انت ايش عرفك انه حلم؟ لانه كلام مش معقول. اصل الكلام المعقول ما اقدرش اقوله ابدا، اصل دي اسرار وانا راجل مش فتان. انت دمك خفيف قوي. من بعد ما عندكم، انما ان جيت للحق اخويا اسماعيل دمه اخف مني. يا شيخ بلا نكد، ده دمه صفى من الضرب اللي بياخده. مسكين، اكل عيشه عاوز كده. اعملي معروف، اكسبي فيه ثواب وخليكي لطيفه معاه. انا مالي وماله؟ في الحقيقه انت اللي عاجبني. البدلة العسكرية ما يلبسهاش غير كل انسان شجاع بطل، لكن اخوك ده خيبة نيلة. الله يحفظك. ده قال انه بيخاف من الطيارة وعمره ما ركب طيارة. يبقى بني ادم ده؟ بني ادم ارض، هو لازم يبقى بني ادم جوي. الصورة تقطيع يا ام زين. ميرسي. تسمحي لي بصورة منهم والنبي؟ ايوه. الله، تسمحي لي بالصورة دي؟ اتفضل. طيب اكتبي لي عليها الى حبيب اسماعيل. انا مالي ومال اسماعيل. طيب اكتبي لي الى حبيبي حسين. حبيبي كده مره واحده؟ عشان خاطري. يا رب، خلقتني انا وحسين من بطن واحد في دقيقه واحده، خلقه واحده. اقوم البنت اللي انا بحبها ما تحبنيش وتحب حسين، وحسين مسافر اسكندريه يتجوز واحده ولا يعرفش ان في واحده في الدنيا اسمها سهير بتحبه. يا ريتني كنت حسين. يا رب ابقى حسين. نهارك اسود. نهارك اسود مبارك يا فندم. مين حضرتك؟ لا يا شيخ، وكمان عامل نفسك مش عارفني. يا سافل يا دون يا قليل الاصل، نسيت اشواق يا حسين. انا مش حسين. مش ايه؟ حسين. ايه؟ امال حضرتك تطلع مين؟ ام محمد؟ يا فندم فهميني بس ايه الحكايه؟ حكايتك سودة، حكايتك مطينه. اصحابك قالوا لي انك هتتجوز واحده غيري من اسكندريه. تحديد الجواز يا حسين.
والله عال. ادي اول كراماتك يا حسين، حضرتك تتجوز وانا اتضرب بدالك. يا ماما خازوق لا تكون جايه تديني هديه الصباحيه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا اخويا اتفضل. احنا جايين باشاره مستعجله عشان عاوزينك في المطار. مين يا اخويا؟ انا. ايوه انت، اجازتك اتلغت ولازم تيجي معانا حالا. اه حضرتك غلطان، انا مش حسين، انا اسماعيل اخوه. ما تحاولش الهرب، اذا كنت مش حسين ليه لابس البدله العسكريه؟ لابسها لانها بدله اخويا، وانا واخويا واحد. وان اولى. انت مش عارف اللي بيلبس بدله عسكريه وهو مش عسكري بيتحاكم وتجي. انت صدقت انا حسين اخويا بس كنت بهزر معاك. طب يلا بينا على المطار. اهي دي بقى ما اقدرش اعمل. خالف الاوامر؟ يا فندم انا ما بخالفش الاوامر ولا حاجه، الاوامر على عيني وراسي. اصل بقى عدم المؤاخذه النهارده انا واخد شربه. اذا ما كنتش هتنفذ الاوامر هقبض عليك بالقوه. يا سيدي حلمك شويه، الكلام اخد وعطى. الاوامر ما فيهاش اخد وعطى، نفذ الامر ولا لا؟ حضرت خلصني من دول ابوس ايدك. اخلصك؟ ده انا هخزع عينيك. ليه؟ ده انا هنتقم منك انتقاما شنيعا مريعا فظيعا. ليه بس؟ هو انا عملت لك حاجه؟ يعني فتشت السر امبارح لمراتي ليه يا وش الاذى؟ انا تعمل فيا الفصل ده؟ يا عم انا لا اعرفك ولا اعرف مراتك، هي تلاقي حجتك. ايوه اعملها. وعلى مين؟ على الشاويش عطيه؟ احلف لك بايه ان انا عمري ما شفت الخلقه الحلوه المسمسمه دي. وكمان بتمهزق بيا؟ نهارك حبر، نهارك كوبيا. لا ده شيء يفور الدم، ما تخلصونا في لوحه المهببه دي. انت بزعق يا عسكري؟ ايوه بزعق، وحزعق من هنا لاخر الشهر كمان. ايش؟ ما اسكتش. هوش. ما هصش. انت فكرك هتهمني بطولك وعرضك؟ يا اخي ده اهدى، ده انا اتضربت الاجعص منك ولا همني. انا لازم اتسبب لك في مجلس عسكري، اسمعني على المكتب. المكتب من هنا؟ ايوه. عساكر قليلة الادب، عساكر اخر زمن. شاويش عطية. امسكوه. سجلني على المكتب عشان اقدمك لمكتب حضرة القائد.
ساهم يا روح. اسمت السودة. الله، هو الشويش عطيها لغى الاجازه بتاعتك ولا ايه؟ انا متاسف خالص يا لمعي. لمعي؟ انا عارف ازيك يا خليفه. خليفه؟ امال انت مين؟ عبد العزيز؟ ولا عبد العزيز، جرالك ايه يا حسين؟ انت مش عارف زميلك عبد المنعم؟ اهلا عبد المنعم. مسكين، انت لازم زعلان علشان ما سافرتش تتجوز. تمام. ما تزعلش، الشويش عطيه راجل طيب وابن حلال، وانت تقدر تخليه يسامحك لو عرفت تفرفشه بنكتة حلوة، أصله راجل فرايحي ويحب القفش. ما هو عشان كده قفشني. اسمع كلام، أنت راجل صاحبي وحبيبي، أول ما تشوف الشاويش عطية تروح راقع نكتة موزونة، هيضحك ويعمل لك اللي أنت عايزه. بسيطة، ده أنا قاموس في النكت والكلام الفارغ. خلاص فرجت. الله يطمن قلبك، الله يعمر بيتك، أنا مش هنسلك المعروف ده بتيتا. يا سيدي العفو، يلا.